صباح الخير مشاهدين قناه المحور، برنامج يوم سعيد. معاكم كوتش اسلام من وورلد جيم جراي سكوير. احنا الحلقه اللي فاتت شرحنا تكنيكال السوبر سيت وشرحنا تايب منه اللي هو بيعتمد على الاجنست والانتاجنست. النهارده هنطبق نفس التمرين العضله المقابله، تمرين الباك مع الشيست. هنستارت التمرين بتاعنا بالابر ترابيزيوس شراجد. ظهرنا مفرود، مع على طول inclined dumbbell. ما بين كل راوند وراوند بناخد 20 سكند بريك. راوند نمبر 2 هنعملها مع بعض، هنعمل بنت اوفر بالايزي بار. هنعمل معها شيست فلاي بالدمبل. ست 10 ريبيتيشن ما بين كل تمرين وتمرين، 20 سكند بريك، ونشيل الوزن اللي نقدر نلعب بيه. اهم حاجه ما فيش فتره بريك ما بين التمرين والتمرين. خلصت الراوند ناخد بريك، وكده يبقى خلصنا فقرتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه في برنامج يوم سعيد.